أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن يعني هنالك ترقب لبيانات مهمة خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا خلال يوم غدا، وأيضا من المتوقع مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع بيان المزيد من القوة لمؤشر الدولار في ظل هذه المعطيات المتوفرة بالأسواق. كيف يؤثر ذلك على المزاج العام في سوق العملات؟ نهاركم سعيد. بالفعل شهدنا بيانات اقتصادية بالفعل صدرت يوم أمس كانت مفاجئة للأسواق المالية، وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات بعد صدور هذه البيانات التي أظهرت تسارع غير متوقع في نمو قطاع الصناعات التحويلية بحسب مؤشر ISM. هذا اليوم أيضا نحن في انتظار بيانات مهمة تتمثل في بيانات الوظائف أو التغير في الوظائف في القطاعات الخاصة بحسب مؤشر يسمى مؤشر الـ ADP، بينما يوم غد الجمعة سنكون مع البيانات الأكثر أهمية وهي بيانات سوق الوظائف الرسمية التي من المتوقع أن تظهر انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.6 إلى 3.5%. هذه البيانات إجمالا بما أنها تعتبر إيجابية وبشكل يفوق التوقعات زادت احتمالية رفع الفائدة بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي. قبل يومين كنا نتحدث عن رفع الفائدة باحتمالية إلى 2.5% حتى نهاية هذه السنة، لكن هذا اليوم أصبحت التوقعات بحسب مجموعة CME وكذلك توقعاتنا في مجموعة إكويتي أن تصل أسعار الفائدة إلى 2.75%. هذا انعكس على شكل قوة في الدولار الأمريكي وانعكس على شكل قلق في أسواق الأسهم، فتوجه المتداولون يوم أمس لطلب الدولار الأمريكي للتحوط ضد مخاطر ارتفاع التضخم إلى جانب الاستفادة من توقعات رفع الفائدة وانخفضت أسواق الأسهم ليزيد الطلب على الدولار الأمريكي. نعم سركيس، يعني هذا التطور في أداء مؤشر الدولار نهاية يؤثر بشكل كبير على أداء اليورو في المنطقة الأوروبية، ونلاحظ بأن سياسة المركز الأوروبي لا تزال متساهلة نوعا ما فيما يتعلق بمعدلات الفائدة في ظل الارتفاع الحاصل في معدلات التضخم. هذه الفروقات بين اليورو والدولار يعني هل نتوقع استمرارها سركيس خلال هذه الفترة؟ أعتقد أنه لا شك في ذلك، حيث أن اليورو تحت ضغط هابط رغم ارتفاعه مؤخرا بعد أن صرحت كريستين لاغارد باحتمالية رفع الفائدة الربع الثالث من هذه السنة لتصبح في مستويات الموجب. لكن خلال هذا الأسبوع لاحظت شخصيا بأن هنالك تضارب بين آراء أعضاء البنك المركزي الأوروبي، فالبعض يريد رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس، لكن البعض الآخر يريد رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس فقط خلال الأشهر القليلة المقبلة. هذا التضارب الواضح في أعضاء البنك المركزي الأوروبي يرافقه ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي في أوروبا إلى 8.1%، لكن المقارنة بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياط الفدرالي الأمريكي هي كما تفضل، البنك المركزي الأوروبي أكثر تساهلا من الفدرالي الأمريكي. الفدرالي الأمريكي يتوجه لتجديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، ورغم أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة على الأرجح، لكن سيكون على الأرجح أيضا الرفع متواضع لأسعار الفائدة، مما قد يخفي على الضغط الإجمالي على اليورو خلال الفترة المقبلة. أصبحنا الآن نتحدث من جديد عن احتمالية انخفاض اليورو من دولار وستة سنت التي يتداول عندها اليوم إلى دولار وأربع سنتات أمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. نعم أيضا سركيس، من الملفت إذا ما تحدثنا عن الملاذات الآمنة من العملات الفرنك السويسري وأيضا الين الياباني. المركزي الياباني أبقى على سياسته التسهيلية، وأيضا الوطني السويسري أبقى على ذات السياسة المتبعة في أسعار الفائدة. ألن يشكل ذلك خطرا أو ضغوطا على هذه العملات؟ الآن بالنسبة للمخاطر هي مخاطر متعلقة بتقلب أسعار الصرف وليس بسعر الصرف نفسه، فالتحرك في أسعار الصرف إن كان منتظما لا يشكل مخاطرة، لكن في حال تحدثنا عن الانخفاض الذي شهده الين الياباني أو الضغوط التي يتعرض لها الفرنك السويسري هي لا شك بأنها ضغوط مستمدة من التوجهات في السياسات النقدية في بنك اليابان المركزي والوطني السويسري اللذان من المتوقع أن يبقيا على سياسة تسهيلية للغاية طوال هذه السنة، مما قد يبقي على التداولات الضعيفة لكليهما أمام الدولار الأمريكي وعدة عملات أخرى بالفعل. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.